شهد عدد من مناطق ولاية جابس صباح اليوم أجواء من التوتر، وخاصة بإقليم جابس الكبرى، وذلك بسبب تواصل الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية لمعطلين عن العمل. فقد ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجموعة من الشباب العاطل عن العمل قامت صباح اليوم بغلق رئاسة جامعة جابس للتعليم العالي وحالت دون التحاق الموظفين بعملهم. كما نفذت مجموعة من مواطني منزل الحبيب اعتصاما على الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين جابس وقفصة، ما تسبب في تعطل حركة المرور. كما تجمع أمام مقر الولاية عدد آخر من الشباب العاطل عن العمل مطالبين بحقهم في الحصول على شغل.